بعدنا وإياكم والعود أحمد. نأخذ اليوم درس النون الساكنة والتنوين بشكل مبسط أخوتي الأفاضل. إذا التقت النون الساكنة هذه الأشكال أو التنوين بهذا الشكل مع الباء في كلمة واحدة أو في كلمتين يكون لدينا حكم الإقلاب، والإقلاب هو قلب الشيء عن وجهه عند أهل اللغة، أما البحث الذي يقع عند أهل الإصطلاح فيكون قلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم. مقدار الغنة مالتها مقدارها حركتين. ناخذ مثال، مر المثال مالتنا في كلمة واحدة، أنبياء، أنبياء، النون ساكنة نقول هكذا أنبياء، قلوها بغلق الشفتين تماما وإطالة الغنة مقدار حركتين، رفع الأصبع وخفضه بصورة اعتيادية، أنبياء، قلوها أنبياء، أحسنتم. بعد خلنا شوي نبالغ بالغنة ما يخالف، أنبياء، أنبياء، بعد على هذه الإشارة، واحد اثنين ثلاثة، لا بعد ما فتح حلقه، وياي وياي، واحد اثنين ثلاثة، أنبياء، أحسنت. يلا يلا بالغ بالغنة ما يخالف، أريد نتعلم، واحد اثنين ثلاثة، أنبياء، هسه جيد، نعيد نعيد، واحد اثنين ثلاثة، أنبياء، ممتاز ممتاز. في كلمتين ساكن من بعد ميم صافية، من بعد، ها الريد ليونة، يا أبا الحسن ما هو التجويد؟ قال هو رياضة الفك. إذا تقول من راحت الكسرة لازم تقول مي، من بعد، أحسنتم أحسنتم. نعيدها، زين نطول شوية، هسا وياي، يلا حلو، واحد قوي إعازك قوي إعازك، واحد اثنين ثلاثة، جاي تشوفونه، يلا واحد اثنين ثلاثة، قشمرتكم. نعيدها مرة ثانية، نقول أنبياء من بعده، أنبياء من بعده، مع مراعاة الغنة، مقدار حركتين حركتين، هالشكل، أنبياء من بعده، واحد اثنين ثلاثة، أنبياء، زين زين زين. لازم تتساوى الغنة إذا بالمورد الأول أو المثال الثاني، تمام؟ لازم تتساوى، فأقول هالشكل، أنبياء من بعده، واحد اثنين ثلاث، أنبياء من بعده، الآن جيد الآن جيد. ناخذ مثال آخر على التنوين، عليم بذات الصدور، أو قل عليم به، عليم به، عليم به، تمام؟ واحد اثنين ثلاث، عليم به، بعد الحيدة، عليم به، اللي ما يغلق شفايفه يصير عنده خطأ، عليم به، تمام تمام. هسه نقول مثال آخر، نقول عليم نكسرة به، عليم به، عليم به، العملية تغيرت فقط كسر، عليم به، عليم، إذا نخليه فوق، عليما
به. عليما به. تمام تمام. هذا كل ما يتعلق بحكم الإقلاب. صعب لو سهل؟ سهل. سوي له صورة لو كتبته كتبته. يلا صوروا إخواني حتى أمسح. تفضلوا. لا لا توجد، لا توجد. منهم من يقول هنالك فتحة. هاي الآراء بعدين توسع بها. من نحفظ القواعد البسيطة السهلة وكذا، بعدين نقول لكم روحوا توسعوا بالبحث واقرأوا للدكتور أيمن رشدي غيره. هسه نحفظ القواعد ما هي قواعد بلا تكلف. وين المساحة شباب؟ نعم. أمسح إخواني؟ نعم. فوز. إيش بهم؟ نعم نعم. تنوين، هذول التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق بأواخر الكلمة. زين إخواني، فيجري عليها ما يجري على النون. هذا التنوين يثبت وصلا ويسقط وقفا. من نقول عليما، ما نقدر نقول عليما، نقول عليما، لأن يعني عندنا قاعدة العرب تقف على الساكن وتبدأ بالمتحرك. نعم، فقط حرف الباء. نعم. الآن حكم الإظهار. لغة البيان، اصطلاحا إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها من غير غنة أو سكتة أو قلقلة. غنة وسكتة وقلقلة، ثلاث أخطاء موجودة تزاولها الناس حال النطق بالإظهار. تمام. هم إلى حروف؟ نعم إلى حروف، موضوعة بأوائل البيت الشعر التالي. أخي، هذه همزة. هاك، علما، حازة، غير خاسر. همزة ها، غين حاء، غين حاء، عين حاء، عفوا غين خاء. همزة ها، عين حاء، غين خاء. هذول اشبيهم دول اخواني؟ هذول رجال الإظهار. هذول رجال الإظهار. إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين، سواء في كلمة واحدة أو في كلمتين، يكون حكم الإظهار. تمام. نأخذ أمثلة. أولا الهمزة، من أحد، هالشكل ببساطة، من أحد، قولوها. خل نخطأ بها، نقول من أحد، هذا خطأ، هاي قلقلة. خل نخطأ بعد خطأ آخر، من أحد، هاي غنة، ما يصير. خل نخطأ بعد خطأ آخر وهي من
أحد إلا الله. وهذا الأسلوب موجود بالطريقة العراقية وهذا خطأ. شلون الصح؟ صح الشكل من أحد، قولوها بلا كلفة، نظهر التنوين ونظهر الهمزة على حدة، من أحد. تمام. ثانيا الهاء، من هواك، من هواك. زين، خلنا نتعمد الخطأ. من هوا خطأ، من هوا خطأ، من هوا خطأ. لا غنى ولا سكت ولا قلقلة، اثنيناتهم ما يصير بهذا المولد. صح شلون؟ سمعوني بعد وحيدة، من هواك. تمام. العين، من علم، قولوها من علم، من علم. من علم. بعد وحيدة، من علم. بعد وحيدة، من علم. أحسنتم. من حلم، من حلم، من حلم. بعد وحيدة، من حلم. أكيد. من حلم. سوّلنا واحد اثنين ثلاثة، من أحد، من هواء، من حلم، من حلم. أحسنتم. من غل، من غل، من غل، من غل. ممكن يصير من غل خطأ، من غل، من غل. بعد وحيدة، من غل. تمام. من خل، من خل، من خل، من خل. تمام. هسه ناخذ تنوين. عذاباً أليما، تفضلوا. عذاباً أليما، عذاباً أليما، عذاباً أليما، عذاباً أليما، عذاباً أليما. أحسنتم. عذاباً هلاك، عيدها. خبير عليم، خبير عليم. نقدر نقول خبير عليم، خبير. لا نقدر، نقدر، نقدر. هذا الحكي صح لو خطأ؟ هذا شنو نوع الخطأ؟ صار غنة، احنا ننهى عن الغنة، راح أخطأ. خبير عليم، صح له خطأ؟ لا خطأ. احنا قلنا ماكو لا قلقلة ولا غنة ولا سكتة. زين، خبير عليم يصير شنو الخطأ؟ سوينا قلقلة. زين، هذا اللفظ صح له خطأ؟ خبير عليم، صح له خطأ؟ صحيح، خلا من القلقلة ومن السكتة ومن الغنة. إذن قولوا هكذا، خبير عليم، خبير عليم. ممتاز. زين، خبيرا حليما، خبيرا حليما، خبيرا حليما، خبيرا حليما. زين، الحاء وين؟ اريد حاء. خبيرا حليما، خبيرا حليما. جاي تقولون عليمه لو حليمه؟ حليمه. اها، حليمه، حليمه.
عليم خبيرا، عليم خبيرا، عليم خبيرا. تعال هسه تناشد، سهل لو صعب؟ ها الغين بعد موجود؟ ها ها، عفوا عفوا. نعم حكيما غالب، حكيما غالب، حكيما غالب، حكيما غالب. تمام تمام تمام. تردون هالشكل؟ مو يعني مو زين. خلينا نقول عذاب أليم، عذاب أليم، كسر الريد. عذاب أليم، عذاب أليم، عذاب أليم. تمام، هذا كل ما يتعلق بتغير حال التنوين إذا كان منصوبا أو مكسورا أو منصوبا. إخواني هذا بصعوبة، لا تتصور أنه هذا أنت حفظته والسلام عليكم. واجبك تراجع بالبيت، تحفظ شيء تحفظه من نجي هنا للراجعة، الراجعة زين عيني. خذوا له صورة. قول وياي: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله، صلى الله على، صلى الله عليه، أسرع، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله. بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم، كفاكم، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا 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 صلاة له. صلي على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي يلي الإبهار حكم بسيط كذلك، وهو أحد أقسام الإدغام. ثلاثة مو الإدغام دمج الشيء بالشيء. تمام اخواني. ينقسم عندنا قسمين، اول مره ادغام كامل، خلينا ناخذ الاسهل تعريفه: ذهاب ذات الحرف، كذلك هو صفته. النون صفتها شنو؟ غنة. الذات شنو؟ المخرج، نهائيا يذهب
وحروفه لام راء فقط. احنا نتحدث عن الادغام الكامل. ناخذ امثله. اولا لام، نقول هكذا: هدى للمتقين. هدى للمتقين، راح أخطأ، أقول هدى للمتقين، هذا خطأ. ما يريد غنة، يريد أيضاً شلون الإظهار لفظ بسرعة. هدى للمتقين، قولوها. هدى للمتقين. هم سمعتوا شيء للتنوين؟ ظل منا ذكر؟ ماكو. هدى للمتقين. هدى للمتقين، تمام. راء غفورا رحيما. غفورا رحيما، جيد. غفورا رحيما. غفور رحيم. غفور رحيم، إذا قلبنا تنوين. غفور رحيم. غفور رحيم، إذا نسوي كسر. رحيم. غفور رحيم. أحسنتم، ينسفل اللسان والشفة السفلى للأسفل. غفور رحيم. غفور رحيم، هذا ما يتعلق بالتنوين. نون ساكنة. من لدن، تفضلوا تفضلوا. من لدن، من ربكم. من ربكم، من ربكم. معادلتنا نون ساكنة زائد لام أو راء يساوي إدغام كامل بلا غنة. سهل لو صعب؟ شيء سهل وبسيط جدا. أعيده لو تأخذ له صورة. إيه لو لا؟ إيه نعيده نعيده. الإدغام بشكل عام دمج الشيء بالشيء بقسمين، قسم إدغام كامل وإدغام ناقص، واحد بغنة واحد بلا غنة. نشتغل على الكامل بلا غنة. ذهاب ذات الحرف وصفته، تمام. حروف لام وراء، إذا أجى اللام أو الراء من بعد التنوين أو النون يكون الحكم فيها إدغاما كاملا بلا غنة. كيفية اللفظ هكذا: هدى للمتقين. ما لفظنا التنوين أبدا، مباشرة لساني ذهب إلى اللام. هدى للمتقين. هدى للمتقين. غفور رحيم. غفور رحيم. غفورا رحيما. غفورا رحيما. غفور رحيم. غفور رحيم. النون من لدن. من ربكم. من ربكم. ما أقدر أقول هدى للمتقين عملية فصل، لا، أقول هدى للمتقين. ما أقدر أقول من ربكم، شو أقول؟ من ربكم. هكذا نسمع فقط صوت الراء، أما النون فذهبت ولا بقاء لها، لا من ناحية الرسم ولا من ناحية الصفة. تمام إخواني؟ قاعدة ثابتة. قاعدة ثابتة هذه عند لقائها باللام والراء. صورها أخواني. أمسح أخواني، أمسحها.
هسه راح ناخذ الجزء الثاني وهو الادغام الناقص ونتوقف ونعطيكم ايه ونعلمكم شلون نستخرج من عندها، نعطيكم تحضير. تمام اخواني؟ من تقعد هنا عندك كراس، هذا الكراس يفيدك. انا بالعاده ما انطي كراس، بالعاده اجبر الطالب يكتب من السبوره حتى يكون عنده مصدر. تمام عيوني؟ بس ما دام بيدك كراسه باكر انطيك تحضير، راح تطلعه تفتح الكتاب وتقرا. مو على قلبك، هسه اعلمك شلون يعني تقرا وتحضر ما نحتاجه منك. الكامل نسوي ناقص. ذهاب ذات الحرف نقول لا، نقول بقاء ذات الحرف وصفته. الحالة عكسية، ذاك ذهاب هذا شنو؟ بقاء. وحروفه ينمو ياء نون ميم واو. خلنا ناخذ عليها أمثلة. هذا يريد غنة مقدار ايش قد؟ شنو الغنة مقدار؟ رفع الاصبع وخفضه بصورة اعتيادية، هي وحدة قياس. اولا من يعمل، شنو نقولها؟ من يعمل، من يعمل، اي مع بقاء الغنة قولوها واحد اثنين ثلاث، من يعمل. تمام. من نار، من نار. تمام. من مارج، من مارج، من مارج. طلعوا لي كسرة. من مارج، من مارج. من موال، موال. الشفتين قدمها للأمام، لمها كروية. موال. بعد حيدة. هسن الفضهن وحدة وحدة مع مراعاة الزمن مالتهم والتساوي بيناتهم هالشكل. من يعمل من نار، من مارج، من وال. لكم واحد اثنين ثلاث. من يعمل من نار، من مارج، من وال، من وال، من وال. تمام. ناخذ تنوين. تنوين مع ياء. هدى يعمل، هدى يعمل. هدى النار، هدى النار. هدم مجيب، هدم مجيب. هدم، هدم مجيب، هدم مجيب. هدى واحد، هدى واحد. في صعوبة لو شو تقول؟ سهل صعب؟ يا الفاهم ويا اهل ما فاهم يقول عيده، اعيده، اعيد. ها اعيد. اذا ها ادغام ناقص. ها
بغنة، بقاء ذات الحرف أي النون أو التنوين وبقاء صفته، مقدار حركتين باللفظ. أما حروف ياء ونون وميم وواو، عندما تلتقي هذه الحروف تأتي بعد النون أو التنوين يكون لها صوت مختلف، ونباشر بعملية الدمج نطبقهن سوا مع بقاء صوت اللي هو شو تقولون؟ نتواصل؟ مي، سمعتوها؟ ما قلنا من يعمل، قلنا مي يعمل، يا امتدت للحركتين. من يعمل، من يعمل، هدي يعمل، هدي يعمل، خيرا يره، خيرا يره، من نار، من نار، هدى النار، هدى النار، من مارج، من مارج، هدى مجيد، هدى من وال، هدى واحد، هدى واحد، واحد. هذا كل ما يتعلق بالإدغام الناقص. صوروا إخواني، شباب راح نكتب آية قرآنية معينة ونستخرج منها القواعد الثلاث اللي هي إقلاب، إظهار، إدغام، ناقص وكامل. راح تكون هالشكل، شوفوها. جيب قلمك وجيب وياك المكبرة مال، وابحث. إن كل نون وميم مشددة فوقها شدة تسويها مقدار حركتين. إن للمتقين مفازا، نهايته شنو؟ تنوين، خليه تحت المجهر. الورا شنو؟ حاء. بالله خذه وروح للذاكرة، اسأل ذاكرتك، قل هذا الحرف من رجال الإدغام، من الإظهار، من الإقلاب، شنو هو؟ إظهار. إذن تنوين زائد حاء شي يساوي؟ زين لفظة شلون؟ هسه أنت اكتشفت المشكلة، لفظة شلون؟ إن للمتقين مفازا حدائق، سمعتوها؟ مفازا حدائق. عيدوها لي. تمام. حدائق وأعنابا،
عيدوا. عنابة تنوين زائد شنو؟ واو. شي يساوي؟ بلخض الواو ودور. إدغام ناقص بغنة. إدغام شخصنا المشكلة شلون اللفظة. وأعنابا وكواعب أترابا. اللي مستحي بعده ما ترهم وياه. وأعنابا بو قدم شفايفك للأمام بوي. واحد اثنين ثلاثة. تمام. أترابا كذلك نفس الحكم. أترابا وكأسا هذا حكم بعدكم ما أخذي يسمونه الإخفاء عفو. دهاقا لا تنوين مع لام. تنوين مع لام إدغاما كاملا بلا غنة. دهاقا لا يسمعون فيها لغوا. دهاقا لا يسمعون فيها لغوا. لغوا ولا كذابا. تمام تمام تمام. ما بها اقلاب. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شو كنت تواصلون ويشتقلون أحلى مني يا أهل مفكر. ها إن شاء الله جيد جيد. هذا كل ما يتعلق بهذه الأبواب. بقت عندكم للنون الساكنة والتنوين فقط حكم الإخفاء. تردون تأخذوا ونشطبة حتى نقول اليوم إحنا بكسبة كبيرة. شنو عمي سدينا باب من أبواب النون الساكنة. اللي يتعلمه ويقرأ يقدر يقرأ 70% صح. كيفكم؟ أنا جاهز. ما رحتوا سوقتوا منا منا طماطة شيء. ما حد فكر بالسحور باكر يقعد باكر ينام. بعدكم كلكم موجودين هنا يمنا لو شرد ذهنكم. بالتعليم من أصعب الأشياء التي لا يسيطر عليها أبداً اللي هي الشرود الذهني. شوفه قاعد يمك لكن باله مو وياك. سروح عنده رايح. فإذا بعدكم موجودين السلام عليكم. ناخذ الإخفاء. تمام 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 تمام. أقرأ لكم. هي أقرأ لكم. لا راح أقرأ لكم يعني مو بس التلاوة. نطلع من حتى الآن هسه رسميا انتهى الدرس.
رسميا انتهى الدرس. خلونا ويا كنا ايش قد صار لنا؟ ثلاث اربع ساعات. زين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العلي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله إلى شرف النبي والأئمة الهدى إلى أرواح موت الحاضرين والسامعين نهدي له جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات